حسين يا غريب. أتجعل لي الأمان وغريب رسول الله لا أمان له؟ أتخوفني بالموت وأنا ابن منكس الرايات؟ أتخوفني بالموت وأنا ابن خواض الغمرات؟ قال كلمة سجلها التاريخ: يا ابن ذي الجوشن، تريد أن أتخلى عن رجل خلقت لأجله؟ أنا مخلوق لنصرة الحسين، أنا أدعوك إلى الحسين، أنا أدعوك إلى الجنة، تدعوني إلى النار؟ عند ذلك استحى وأدار بوجهي الواعنان جواد ورجع، وإذا بأبي الفاضل أيضا رجع إلى الحسين. ساعد الله قلب مولاتنا زينب وقفت في طريق أبي الفضل بلسان الحال: يا عباس ريح يضلع لهونك. رحمة الله على السيد الشرع على هذه الأبيات الخالدة: يا عباس ري يضلع لهونك، اشعدوا معداكم ينادونك، خويا لما شفتهم يحاجونك لوني تغير وحق لونك. أخاف أخاف من أخيك يفردونك، خويا أبو فاضل. وإذا بالجواب من القمر العشيرة يقلها: يا زينب جيت ظنين أروحا وخلع ضد الحسين، يا اختي لو انت انقلب صابي انا ارد بشمال دون اليمين، اوالي يا خويا لو انت انقلب صابي يا بارد بشمال دون اليمين. قالت له: أخي أبا الفضل، لي معك حديث، قولي يا ابنة علي، لقد حلى وقت الحديث. قالت: أخي أبا الفضل، لما توفيت أمنا فاطمة التفت أبونا أمير المؤمنين إلى أخي عقيل أن يختار له امرأة تلد له غلاما يكون ناصرا لولده الحسين، يعني كأنه تريد أن تحشم بأبي الفاضل. وإذا أبو الفاضل نفس أبيه بين جنبيه وياي الأنين والحنين: يا أختي الأخو هم يوصون، يا أختي الأخو هم يوصون، يا أختي الأخو هم بحزام ظهره وضوى عيونه، يا اختي وحق شبات ابونه، هاليوم رجل كان دونه.